عندما حذر ملك الأردن صدام حسين من دخول الكويت، فكان الرد غير متوقع. كانت علاقة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين قد توطدت في السنوات الأخيرة من حكمه، وبعد كل زيارة لبغداد كان الحسين يزداد إعجابا بالتجربة العراقية وبشخصية صدام حسين ومواقفه العروبية. قبل الدخول في التفاصيل، لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في قناتنا فكرة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك جديدنا. غزو صدام للكويت. حدث الخلاف بين العراق والكويت حول مناطق حدودية تضم حقولا للنفط متنازعا عليها. إضافة إلى ذلك، كانت الكويت تطالب العراق بدفع مبالغ مالية ضخمة منحتها لبغداد إبان حربها مع إيران، واتهم صدام الكويت بالتلاعب بأسعار النفط مما كان يؤثر على عائدات العراق منه، في وقت كان في أمس الحاجة إلى الأموال لاستكمال عملية إعادة البناء بعد الحرب مع إيران. وفي مطلع أبريل عام 1990 ألقى صدام حسين خطابا قال فيه: سنحرق إسرائيل إذا حاولت القيام بعمل ضدنا. والله خلى النار تاكل نص إسرائيل. وبعد أيام على خطاب صدام، أعلن الحسين بن طلال الاصطفاف إلى جانب صدام حسين. وصرح الحسين بالقول: إن خطاب صدام حسين يجب النظر إليه باعتباره موقفا عربيا يقوم على حق مشروع لهذه الأمة في الرد على أي عدوان تتعرض له. تصاعدت وقتها الأزمة بين العراق والكويت، ودخل الحسين بقوة على خط الجهود الدبلوماسية لاحتوائها وتسويتها بشكل ودي. فقام الحسين بسلسلة من الزيارات إلى كل من بغداد والكويت، وصباح يوم الثاني من أغسطس قامت القوات العراقية باجتياح الكويت واحتلالها في غضون ساعات. خاض الحسين حربا دبلوماسية شرسة لمنع التدخل الأجنبي في الأزمة، ودعا صدام إلى سحب قواته من الكويت على الفور، ودعا الرئيس المصري وقتها حسني مبارك لقمة عربية طارئة في القاهرة وفتح الأبواب لتدخل أجنبي في المنطقة. امتنع الأردن إلى جانب اليمن والجزائر وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية عن التصويت على هذه القرارات. كانت نصيحة الحسين للغرب آنذاك أن يبقوا لصدام مخرجا يسمح له بالتراجع عن غزو الكويت بدل محاصرته بما يعني التصعيد. وقد وصل الحسين زياراته لبغداد حتى وقت متأخر في محاولة لمنع نشوب حرب في المنطقة. لقاء الحسين بصدام حسين. لم يكن صدام حسين عابئا بالتهديدات الأمريكية وواصل تحديه الجميع، ففي 22 من أكتوبر ألقى خطابا قال فيه: بوش يتحدانا ونحن عازمون على تكسير أسنان قوته. وفي 29 من الشهر ذاته ألقى صدام خطابا ثانيا قال فيه: بعض المسؤولين الأمريكان متأثرون بأفلام رامبو، وأفلام رامبو تظهر في السينما لكنها لا تنطبق على الأرض العراقية، وإذا وقعت الحرب سنسير على جثثهم وندوس على رؤوسهم. بعد خطابات صدام انتاب الملك حسين قلق كبير على مستقبل العراق بعدما تأكدت له جدية واشنطن في تهديداتها، وكان يدرك منذ البداية مدى تطور الأسلحة المستخدمة من قبل الجيش الأمريكي وأن العراق لن يصمد في تلك المواجهة. أرسل الحسين الأمير زيد بن شاكر القائد العام للقوات المسلحة الأردنية إلى بغداد، وعند لقائه بصدام حذره من موقع تمركز الجيش العراقي وقال له: القوات العراقية ستكون هدفا سهلا لسلاح الجو الأمريكي. وقبل بدء الهجوم الأمريكي بأيام، ذهب الحسين بن طلال للقاء صدام حسين وقال له: يا أخي أبو عدي، العالم كله تكتل ضدك ولا بد من الخروج من الكويت، فأنا رأيي ومشورتي لك كأخ للحفاظ على المكاسب التي حققتموها في العراق بأن تتخذ قرارا بالانسحاب من الكويت، لأنك إن لم تنسحب سيخرجوك بالقوة من الكويت. فكان جواب صدام: صحيح أن العالم ضدي، لكن الله معي وسأنتصر. فقال له الحسين: إذا كانت هذه وجهة نظرك فلم يعد ضرورة أن آتي لزيارتك مرة أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومعها دول الخليج كانت تفسر موقف الحسين هذا على أنه دعم مباشر لصدام حسين،
وعلى أنه تشجيع له على عدم الانسحاب من الكويت إذا لم يترافق هذا مع انسحاب إسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة. في 11 من يناير عام 1991 قال صدام أمام حشد من المؤيدين في المؤتمر الشعبي الإسلامي ببغداد: لتطمئن قلوبكم بالنصر سنواجههم بمليون جندي في الأرض والطائرات العراقية، فإنها تستطيع قتالهم في الليل والنهار من دون الحاجة للاتصال بمقر القيادة. كانت وعود صدام حسين بالنصر على أمريكا والصواريخ التي أطلقها باتجاه إسرائيل وتهديداته بمحوها من الوجود كانت قد ألهبت مشاعر الجماهير في الأردن وفي كثير من بلدان العالم العربي، ولم يكن أحد ليشك للحظة بقدرة جيش صدام حسين على هزيمة القوات الأمريكية. وكانت هزيمة القوات العراقية وفي وقت قياسي بمثابة خيبة أمل كبيرة. خرج الأردن من تلك المواجهة معزولا سياسيا بشكل شبه كامل، وخرج يعاني من حصار اقتصادي فرض على ميناء العقبة وانقطاعا كاملا للمساعدات الأمريكية والخليجية. وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.